بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 21، كتاب العتق، وفيه 7 أبواب. والعتق هي تحرير الرقاب من الرق، العتق هو تحرير الرقاب في الرق، وهو من مقاصد الشرع الشريف، تحرير الإنسان من كل أمر يجبره على ما لا يليق بعزة الإنسان، حتى أنه لا يجبر على دين ولو كان هذا الدين دين الحق، لا إكراه في الدين. فكان من بين تحرير الإنسان أنه كان من مقاصد الشرع الشريف تشجيع العتق، عتق الرقاب، وكان قد استعبد الإنسان أخيه الإنسان، فكان يبيعه كالبضاعة. باب من اعتق شركا له في عبد، يعني قد يكون العبد ملكي وملك شريك لي، يعني يكون عبد فيه شركاء متشاكسون او حتى مش متشاكسون، 3 أو 4 يتفقوا مع بعض يروحوا يشتروا عبد عشان يخدمهم، فيقوم يخدم ده يوم وده يوم وده يوم وده يوم، يلف عليهم، يبقى عبد ايه؟ مشترك. لو واحد اعتق نصيبه من هذا العبد، اعتق نصيبه من هذا العبد، يصير هذا العبد يسموه مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. يوم ايه؟ اذا كان هذا المعتق غني يدفع نصيب الشركاء عشان يعتق بالكلية، واضح؟ يتحمل هو ويبقى الولاء له، الولاء كامل له، واضح؟ من اعتق شركا له في عبد او شقصا، سموه الشرق، الشقص اللي هو النصيب يعني او السهم، لتشوف الايه الشرع للعتق يجبر الشركاء على قبول البيع، مع ان المفروض ان الانسان المالك القاعدة انه لا يجبر على البيع، لكن لتشوف الشرع للعتق لو عتق جزء من العبد يجبر باقي الشركاء على انهم يقبلوا ثمنه ويبيعوه حتى لو ما لهمش رغبه. شوف قد ايه يحجروا عليهم من اجل ايه؟ من اجل تشوف الشارع للعتق. واحنا عارفين ان في عقود البيوع لا بد ان ينتفي الاكراه، مش كده برضه؟ الا في الحته دي، ليه بقى؟ لتشوف الشارع للعتق. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 43 بعد 803 آلاف، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني افرض ان هو بقى لا يملك مال، يعني انا ليا نصيب في هذا العبد ولا املك مال زائد عن هذا، فعتقت نصيب، فالمفروض الشرع يقول لك يرجعوا علي الشركاء اديهم ثمن نصيبهم في العبد عشان يعتق بالكلية. طب افرض ليس لي عندي مال، يصير مبعضا، يبقى بعضه حر وبعضه ايه؟ عبد. ويؤمر بالسعايه، السعايه يعني ايه؟
يعني نقول للعبد ده في يوم حريتك اشتغل واكسب واشتري نفسك من ايه؟ من باقي الشركاء. فاهم؟ لانه هيبقى عنده يوم حر. اليوم الحر ده لو اشتغل كل المال اللي يجيله يبقى ملكه. واضح؟ يوم من خلال هذا الملك يدفع له ثمنه. او يبقى بيت مال المسلمين او بعض الاوقاف، كان بعض المسلمين كانوا يتركوا اوقاف لهم لتحرير الرقاب. يوم ساعتها ياخذوها من هذه الاوقاف ويعتقوا بالكليه. لما كان هذا هو ديدن الشرع الشريف فتح ابواب العتق وضيق ابواب الرق، جعل الرق لا يكون الا في حرب بس. لكن كان زمان الرق ممكن لو واحد استدان منك دينا ولم يستطع اداؤه تقوم ايه تضرب عليه الرق يبقى عبدك خلاص. ولو ماشي في شارع لوحده وطلعت عليه كده وغلبته تروح ربطه وجره وبيعه. يعني اي حاجه كان العتق كده، اي هبل شغل هبل كده يضرب الرق على اي انسان بجانب الحروب وبجانب حاجات كتير. فجاء الاسلام لم يجز ان يضرب الرق على انسان الا في الحرب فقط، في الحرب فقط، غير كده لا سبيل. ثم فتح ابواب العتق بقى في الكفارات وفي فضائل الاعمال وفي مثل هذه الامور، لما يبقى في شركاء يجبرهم على البيع حتى يعتق وهكذا. وعنه به قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير بن حازم حاء قال: وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد حاء قال: وحدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية حاء قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة حاء قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك عن نافع. لم يذكر الروايات بتاعت سيدنا عبد الله بن عمر السعاية، ان هو ايه نستسعيه، يعني نقول طب اشتغل بقى عشان ايه تكفي نفسك. كل الروايات اللي وردة عن سيدنا عبد الله بن عمر ما فيهاش حكاية السعاية، لكن ايه هيجيب لك بقى السعاية جاءت من روايات اخرى. باب ذكر سعاية العبد، يعني ان يسعى في تحرير جزئه الباقي عند عجز المعتق في دفع بقية ايه ثمنه للشركاء. وعنه بي قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن انس عن بشير ابن نهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق احدهما، قال: يضمن المعتق يضمن الثمن ايه انصبة شركاء، يعني يضمنه. ليه بقى؟ لان الشرع متشوف الى العتق الكامل مش العتق المبعض. وعن ابي قال: وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن ابي عروبه عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن ناهيك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقصا له، سهما او نصيبا يعني في عبد، شقصا له في عبد فخلاصه في ماله. ليه؟ علشان يعني يبقى المعتق واحد ويبقى ولاؤه الواحد. طب افرض ان احنا اتفقنا احنا الاثنين نعتق العبد الشرك اللي بيننا، يبقى ولاؤه مناصفة بيني وبينه، يتنصف الولاء. واضح؟ لان الولاء من اسباب الارث، خد بالك، من ضمن اسباب الارث الولاء. من اعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله ان كان له مال، فان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. نقوم نجيب وظيفة للعبد ده يشتغل في اليوم الحر اللي فيه
او يومين اذا كان بيبقى حر في يومين على حسب فترة حريته ونصيب عتقه، ونجعله يعمل في هذه الايام يتكسب بحيث يجمع مال يشتري نفسه من باقي الشركاء حتى يتم ايه تحريره بكله، غير مشكوك عليه ما نخلوش يشتغل للنهار يعني يموت الواد، يبقى بغير مشقة. وعن أبي قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد إن لم يكن له مال، ده المعتق يعني إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. وعن أبي قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عبد، يعني نقيم العبد ثمنه كام ونصيب الشركاء كام ونقيمه امتى؟ يوم عتقه ايه من المعتق، مش يعني هو اعتقه النهارده يبقى نقومه النهارده ما نقوموش بعد سنه لان قد يختلف السعر. باب انما الولاء لمن اعتق. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشه رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري جاريه تعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق، لان ده شرط فاسد يعني لا يمنعك هذا الشرط الفاسد من ان تنفذي العقد لان الولاء لمن اعتق، يعني حتى لو شرطوا الولاء ليهم هم باعوها البائع والذي اخذ الثمن لا ولاء له، الولاء لمن اعتق الذي دفع الثمن ثم اعتق هو الذي له الولاء. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى ولو شرطوا عليك مش مشكله اشتريها واعتقيها والولاء لمن اعتق، الولاء ليكي برضه وشرطهم فاسد لا يعمل به، خدت بالك؟ في قصه بريره. وعن ابي قال وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان بريره جاءت عائشه تستعينها في كتابتها، المكاتبه ان يجعل العبد عقدا بينه وبين مالكه أن يشتري نفسه منه على أقساط، فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، مش ربنا أمرنا كده؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، أمر الوجوب أهو، يعني لما يبقى عندك عبد والعبد يقول لك يا سيدي أنا أريد أن أشتري نفسي منك لأعتق نفسي، وجب عليك أن تقبل هذا العقد وأن تحدد معه أقساط لأن الشرع إيه؟ متشوف للعتق. إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علمتم فيهم خيرا سيدنا عبد الله بن عباس قال أي قدرة على الكسب، إنه يقدر يسدد الثمن. عنده مهنة، وادي العبد ده دخل كلية هندسة بقى مهندس مشهور. آه بيقدر يكسب. ما ممكن يبقى عندي العبد ده وأعلمه. علمته بقى دكتور مشهور، فتح عيادات وعامل شغال للنار. ودكتور بيكسب قد كده وجاب يقول لي يا سيدي انا عايز اشتري نفسي منك. قاعد في خير اهو يقدر يسدد لي لانه يعرف يشتغل. انما ما يجي عبد عاجز ملوش اي مهنه، ملوش اي دخل، عايش عاله كده بياكل ويشرب وخلاص. ويقول له اشتري نفسك، تشتري بايه يا ابني؟ انت بتعرف تشتغل؟ علشان كده شرط الشارع في وجوب قبول عقد الكتابه ان يكون العبد الذي يريد ان يجعل العقد بينه وبين مالكه قدرة على العمل والكسب، هذه معنى إن علمتم فيهم خير، أي قدرة على الكسب ليسدد إيه كتابته، يعني أقساط إيه العقد. بريرة أرادت إنها تشتري نفسها من إيه
وكانت بتروح تشتغل عند ستنا عائشة أحيانا كده تنظف لها حجرتها، وكانت بتحب ستنا عائشة. فقامت إيه، وستنا عائشة كانت تدفع لها أجرة إيه التنظيف والحاجات دي، فبقى ليها كسبة، فأردت تشتري نفسها إيه من أسيادة، فعملت 9 أقساط، كل قسط في سنة على مدى 9 سنين تخلص نفسها. كويس، عجزت، دفعت سنة ولا اتنين وعجزت بعد كده. فراحت لستنا عائشة قالت لها ايه رأيك ما تدفعي لي باقي اقساطي وتعتقيني لوجه الله؟ فقامت ستنا عائشة وافقت. فلما راحت لأهلها اللي هم اصحابها اللي كانت عاملة العقد معاهم، قالوا لها احنا ما عندناش مانع بس الولاء لنا. الولاء لينا، فهمت بقى؟ فإذا ايه نشأت قضية بريرة، والرسول قال الولاء لمن اعتق، خدت بالك؟ أخبرت أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، أي في تسديد أقساط عقد المكاتبة. أدي معنى إيه؟ تستعينها يعني تطلب من العون منها، تطلب العون منها. تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، هي عملت العقد وما عرفتش تدفع حاجة. فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. لو المسألة بقى تعمل خير، والله عايزة تعمل صدقة فيكي تدفع لك، بس الولاء لينا. أدي معنى تحتسب، يعني ما يبقاش ليها أي إيه سلطان عليك بعد كده. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ستنا عائشة يعني ذكرت ذلك لرسول الله، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. يعني سيبيهم يقولوا أي كلام، ده بيخرفوا. الولاء لمن أعتق، وأنفذي العقد بالرغم انه في شرط فاسد. ليه؟ لان الشرع متشوف للعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني على غير ايه مقصد الشرع، شروط ليست في كتاب الله يعني لا تحقق مقاصد الشرع. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. وعشان كده قالوا أن الشروط المتعلقة بعقود المعاملات تنقسم إلى أنواع، شروط لا تؤثر في حرية التملك فدي جائزة، شروط لا تؤثر في صحة التملك، كان يشرط علي مثلا شرط هو أصلا من مضمون العقد، كان يشرط عليه انه ايه اذا استلم المبيع ان ياخذه من المخزن حالا دلوقتي، ده جائز لانه الحيازه من مقصود عقد البيع، فاهم؟ انما لو شرط عليه يقول له بس بشرط هبيع لك البضاعه اللي في المخزن بس بشرط ما تخزنهاش الا عندي، ويوم ما تيجي تبيعها لحد غيري تستأذني، أهو ده عقد شروط ليست في كتاب الله. ليه؟ لأنه حجر عليه. والمفروض أن عقد البيع عقد ينتقل فيه الملكية مع كمال الحرية. أنت كده أكرهتني بشروط. فالمفروض الشرط لو كان يحقق مقصد الشرع ينفذ، وإن كان لا يحقق مقصد الشرع لا ينفذ. واخد بالك؟ وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. 9 أواق، الأوقية 40 درهم فضة، فاتفقت معاهم هتديهم ايه 40 درهم فضة، يعني اوقية كل سنة
بعد 9 سنين تبقى ايه؟ تحررت. بمعنى حديث الليث، وزاد فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي واعتقي. وقال في الحديث: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد. وده يدلك على ان ايه، امور المعاملات واكل اموال الناس بالباطل وغير ذلك مما يهم الشارع، درجة ان النبي جعلها خطبة وجمع الناس. ثم يدلك ايضا على حسن ايه، معاملة النبي لاصحابه، فقال: ما بال اقوام يشترطون كذا وكذا ولم يصرح بهم حتى لا يحرجهم امام الناس. ودي برضو من حسن ايه، يعني اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد اذا نصحت في الايه، في الملأ، الا تحدد من تنصح، تقول ده في ناس بيعملوا كذا، تتصوروا في ناس بيعملوا كذا، وهو قاعد يفهم، لكن الناس ما تعرفش ان هو كان ناوي يعمل كذا. ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، لان قالوا: من نصح اخاه جهرا فقد فضحه وشانه، ومن نصحه سرا فقد ايه، ومن وعظه سرا فقد نصحه وزانه، قالوا كده العلماء. وعنه به قال: وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابو اسامه قال: حدثنا هشام بن عروه قال: اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريره فقالت: ان اهلي كاتبوني على 9 اواق في 9 سنين في كل سنه اوقيه، فاعينيني. هي بقى ايه، ما عندهاش حاجه، بس هي متشوفه للحريه، بريره متشوفه انها تتحرك. لما عرفت ان ستنا عائشه بتودها شويه، راحت عملت عقد المكاتبه مع اهلها، وراحت لستنا عائشه قالت لها: سددي لي بقى، ايه من باب العشم يعني. فقلت لها: ان شاء اهلك ان اعدها لهم عده واحده، يعني ادفعها لهم ايه، كاش يعني، قعدة واحدة يعني في قعدة واحدة، ما نستناش 9 سنين، أديهم 9 أواقي في قعدة واحدة. إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني فذكرت ذلك، قالت فانتهرتها، فقالت: لا هالله، يعني لا والله العظيم، لا هالله، إذا قالت. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، بيقول: أنت بتحلفي على إيه سيدنا رسول الله؟ فأخبرته، فقال: اشتريها وأعتقيها، اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت. قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليست في شرع الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. يعني أعتق يا فلان العبد بتاعي على كذا والولاء لي. في ناس بتقول كده، إزاي الولاء لمن أعتق؟ اللي دفع الثمن ثم أعتق هو ده اللي يبقى له الولاء. وعنه به قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير حا قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع حا قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة، غير أن في حديث جرير قال: وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. يبقى لو كانت مزوجة وعتقت صارت حرة، وكان زوجها عبد
تخير يستمر عقد الزواج ولا يفسخ، لانه صار غير كفء لها، صارت هي حره والتاني عبد، زوجها عبد. والكفاءه مطلوبه من جهه الزوج لا من جهه المراه، مش كده برضو؟ فاذا صارت هي حره وزوجها ما زال عبدا، يقوم الشرع يعمل ايه؟ يخيرها، تحب تستمر مع زوجها ولا نفسخ العقد؟ فان اختارت الفسخ فسخ، وان اختارت الاستمرار. طب لو زوجها حر لا تخير، لانها كفء لها، هي حره، صارت حره وهو حر، واضح؟ وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه خيرها بقى؟ لعدم الكفاءه، لانها صارت هي حره وزوجها عبد. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها. وليس في حديثهم اما بعد. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان في بريره ثلاث قضيات، يعني ثلاث احكام، يعني اراد اهلها ان يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق، دي اول حاجه. قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. والحاجة الثانية اللي متعلقة ببريرة ان هو خيرها في استمرار عقد النكاح بعد ايه؟ عتقها، لان زوجها كان عبدا، فيثبت ايه؟ التخيير. وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، المسألة الثالثة بقى. وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا من صدقتها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه، لأن معروف إن إيه؟ إن النبي لا يأكل الصدقة، لكن كانت بريرة يجي لها صدقات وتروح تاخد الصدقات دي بعدما تملكتها تهدي بها إيه؟ ستنا عائشة، والنبي يأكل منها ويقول هي لها صدقة وهو لنا هدية. واخد بالك؟ يبقى تغيرت الصفة، تغيرت الصفة، لأن التصدق مش صفة ملصقة بالطعام بالصدقة، لا، صارت ملكا للفقير له أن يهديها ويهبها بعد ذلك. يبقى دي الثلاث مسائل، الثلاث مسائل اللي هو الولاء لمن أعتق، والمسألة الثانية تخييرها في عقد النكاح أنه يستمر أم لا، والمسألة الثالثة أن ما تصدق عليها إذا أهدته صار له حكم الهدية وتغيرت صفة الصدقة عنه. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن؟ ولي النعمة، من ولي النعمة اللي هو المعتق. وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم، قالت عائشة تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدي. وهنا استدل الإمام الشافعي إن عائشة من قريش لكن مش إيه؟ مش من بني هاشم، من قريش لكن لها ليست من إيه؟ من بني هاشم، وبالتالي تبقى الصدقة جائزة لغير للقرشي اللي مش من بني هاشم، فهي قبلت الايه الطعام اللي جابته بريرة على انه ما زال صدقة. فلما جاء النبي يطلب ان يأكل منه ووجده موجودا عنده قالت له ده بس ده صدقة، فلم ينهاها ان هي تقبله على انه صدقة، دل على ان استدلوا الشافعية على انه لابد ان يكون من بني المطلب ومن ايه يعني اللي يحرم عليهم الصدقة، النبي وآله وبني ايه المطالب وبني هاشم، هم دول اللي يحرم عليهم الصدقة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة
رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها. بريرة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن ستنا عائشة في حديثة الإفك، فاكرين لما قالت أن هي لا تغمط عليها شيء وأخلاقها جميلة، بس غاية ما هنالك أن لما تعجن العجين وتقول لها احرسيه تروح نايمة وتيجي الداجن تاكل العجين. واخد بالك؟ ده اللي بس ما بيعجبهاش ستنا عائشة. واخد بالك؟ لما في حديث الإفك احنا كلنا قرأناه قبل كده، أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة؟ فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية. تغيرت صفته يعني. وخيرت، فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا. قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري. يبقى هو كان عبد، يبقى لما قال زوجها حرا ده وهم منه هو، فهمت؟ لكن هو كان عبدا وليس حرا. وعن أبي قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام. قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن، يعني ثلاث أحكام، يعني خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دخل لهم بيطبخوا لحمة، وبعدين قال لهم في طعام، قالت جابت له شوية كسرات خبز وما فيش لحم، قال لهم أمال إيه ده؟ فهم؟ شاف إن في برمة فيها لحم. فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، يعني شوية غموس كده من غموس البيت يعني. طب وفين الطبيخ اللي بتعمله؟ فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة، يعني بيعملوه عشان يأكلوه هم، عارفين إن الصدقة جائزة لهم. فهمت إزاي؟ يبقى إيه؟ وحرام على للنبي، فعلشان كده ما بغرفوش للنبي منه. فلما عرفوا إن الصفة تغيرت خلاص بقى يبقى الكل يأكل. فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. وكان زوجها اسمه مغيث، مغيث كان زوج بريرة اسمه مغيث، كان يمشي وراها في طرقات المدينة يبكي ويستعطفها علشان إيه؟ يستمر عقد النكاح بينهم، كان يحبها. فسيدنا رسول الله يخش لستنا عائشة يقول لها إيه؟ ألم تعجبي من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ صلى الله عليه وسلم. فتيجي بريرة يقول لها ارحمي مغيث يا بريرة وخليكي معاه، الراجل بيعيط. تقول له أأمر يا رسول الله أم تخير؟ قال لا، ولكن أشفع فقط. بيشفع في، لكن مش حكم يعني. فتقول والله لا أقبله أبدا، ما أقبلوش.
فالنبي كان يتعجب يعني قد ايه هي بتبغضه وقد ايه هو بيحبها، حاجه غريبه يعني. هي يبدو ان هي كان بيفكرها بالعبوديه يعني والرق، وهي كانت ايه متشوفه للحريه، فكل ما تشوفه تفتكر ايام الرق والعبوديه والاستعباد، فبقى ايه بقت زهقانه منه عشان كده. باب النهي عن بيع الولاء وهبته. الولاء ده لحمه كلحمه النسب، فما ينفعش تبيعه. ينفع تبيع نسبك؟ انت ابن ابوك، ينفع تلاقي واحد كده مالوش اب تقول له ايه؟ تدفع لي كام وانسبك لابويا؟ ما ينفعش يا استاذ. واخد بالك؟ او تلاقي ناس مثلا اشرف من ايه؟ من اسرتك، فتقول لهم ايه رايكم اديكم كام الف جنيه وتنسبوني ليكم؟ ما ينفعش. فهمت ازاي؟ فلا لا لان الولاء لحمه كلحمه النسب، فلا يباع ولا يشترى. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله ابن دينار في هذا الحديث. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا ابن الرافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي، غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة. وإحنا نعرف كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، كل ما لا يجوز بيعه، دي قاعدة من قواعد المعاملات الإسلامية، كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. ودي هينبني عليها حاجة مهمة في العصر الحديث، وهو التبرع بالأعضاء. يجي الفقهاء يقول لك لا يجوز بيع العضو لكن يجوز هبته، خالفوا القاعدة. يبقى اللي أجاز إيه التبرع بالأعضاء في زرع الأعضاء مخالف لقاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، أنهم إيه أجازوا هبة ما لا يجوز بيعه. هما بالإجماع لا يجوز بيع الأعضاء بالإجماع. طب طالما بالإجماع لا يجوز بيع الأعضاء يبقى نمشي تبع القاعدة، كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، فلا يجوز هبة العضو. فهمت؟ فدي هتفيدك القاعدة دي على فكرة في قضية إيه؟ التبرع بالأعضاء في زرع الأعضاء. لأن التبرع بالأعضاء هبة. ولما قلنا إن العضو لا يباع يبقى لا يجوز هبته. واضح؟ طب العضو ليه لا يباع؟ لأنك لا تملكه. أنت تملك الانتفاع به لكن لا تملك رقبته. يعني ربنا ادالك الايد دي تملك الانتفاع بها، لكن لا تملكها هي تروح قاطعها وتروح تبيعها في السوق، ما ينفعش، حرام. فهمت ازاي؟ فانت تملك الانتفاع ولا تملك الرقبة. انت تملك الانتفاع بايه؟ باعضائك، ولا تملك اعضائك، اعضائك اللي يملكها ربك. فهمتني ازاي؟ وانت لا تملكها، فانت مالك للانتفاع وليس مالك للرقبة. فاذا كنت لا تملك الرقبة يبقى لا تستطيع ان تبيعها، بدليل انك انت ما تقدرش تروح تبيع نفسك. يعني ينفع تضرب على نفسك الرك وتروح تبيع نفسك وتاخد ثمن نفسك وتبقى تعب؟ من فعل ذلك لا يقبل منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، وان الرسول بريء منه. يبقى اذا حرم بيع الكل يبقى بيع البعض من باب اولى. فهمت كده ازاي؟ لانه مصحوب للكل. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي انا ارى مذهبي بناء على قواعد الفقهاء وانا طبيب ان زرع الاعضاء حرام قطعا. لماذا؟ لانه لا سبيل للحصول على العضو،
لأنه إذا كان تبرعا فهو حرام، وإذا كان بيعا فهو حرام. واضح؟ فيبقى هذه العملية حرام قطعا. أنا أرى هذا مذهبي. ومن قال أنه يجوز للضرورة خالفوا قواعد الفقه الإسلامي، واخد بالك، وانتهكوا حرمة الآدمي، في انتهاك لحرمة الآدمي أيضا. والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا ما ندين به أمام الله، أن زرع الأعضاء بهذه الطريقة، أني ناخد من ميت أو ناخد من حي بعوض أو بغير عوض، هذا حرام قطعا. لكن لو عرفوا يجيبوا أعضاء من الحيوان فالحيوان غير محترم، عضو مثلا ياخدوه من خنزير، ياخدوه من 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 قرد، ياخدوه من أي حاجة، مفيش مانع لو نجحوا في هذا. لكن ما ينفعش ان انا انتهك حرمة ادمي واقطع جسمه وهو سليم واخد عضو منه احطه، مش قطع غيار. هي نحن لسنا قطع غيار، الانسان مكرم، ومن علامات تكريم الانسان الا ينتهك جسده الا باذن من الشارع الذي خلقه. فاهم؟ هو الكبد ده مش عضو، بس مش عضو ولا مش عضو؟ طب خلاص، هم بقى جم في الدم بقى، قال لك الدم، بعض العلماء قال لك حتى الدم كمان، درجة ان في طوائف من الكنائس في اوروبا بتحرم نقل الدم كمان، فهمتني ازاي؟ وفي امريكا. لكن علماء الاسلام قال لك ان الدم ده فضلة كالريق، يتجدد وليس عضوا، واخد بالك؟ وبالتالي اجازوا نقل الدم علماء الاسلام، على اعتبار لا ما بيتجددش، ده بينمو مش بيتجدد، ما اللي عنده تليف ما بيتجددش. فهمتني؟ بالاضافه لانه بيعرض الانسان السليم الى مخاطر. احنا شفنا ناس يعني داخلين يتبرعوا بجزء من عضوهم ماتوا في التخدير وهو السليم، عرض نفسه لخطوره. فنحن لا نجيز زرع الاعضاء، نحن اللي هو انا مذهبي ومذهب شيخ السيد عبد الله الصديق الغماد، ان نقل الاعضاء من ادمي لادمي حرام قطعا، هذا ما نراه. واضح؟ وان ودليل الادله ان كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته، مش كده برضه القواعد كده؟ وباجماع المسلمين لا يجوز بيع عضو الانسان، لا يجوز بيع عضو، ده باجماع المسلمين. فجم اجازوا ايه؟ هبة العضو، فخالفوا القاعدة. واضح الكلام؟ سيدي لو جاء مريض وقال انا مضطر اشتري من غير مسلم، برضو ما يصحش عندنا، ما يصحش، لانه وقد كرمنا بني ادم. في بعض الفقهاء قال لك لو كان من كافر، الكافر ايه؟ غير محترم. لا، احنا نقول له لا، الكافر ايضا محترم. الغير محترم هو الحربي، كافر الحربي، ولكن له حق الإنسانية. يعني حتى الحربي ده لما أسره لازم أكله وأطعمه وأغطيه وأعامله معاملة كويسة. فهمت إزاي؟ الإسلام بيقول لنا كده، لأن لقد كرمنا بني آدم. مش هو أخوك في الإنسانية؟ أنت وهو أب وأم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. هو أنت ما يبقى ليك أخ عاق تقوم تقتله ولا تستحمله؟ فهمتني؟ بس فهي دي المسألة. لكن احنا للأسف كلما دخلوا جحر رب دخلنا وراءه. يقول لك أصله مريض مسكين. يا سيدي مريض له ثوابه عند الله، هيموت، ما كلنا هنموت، إيه المشكلة؟ ما نموت. فهمتني إزاي؟ هو الطب وظيفته منع الموت؟ هل وظيفة الطبيب أن يمنع الموت؟ ولا وظيفة الطبيب إيه؟ إن الإنسان يبرأ أو يخف آلامه. بس يبرأ أو يخف آلامه. إذا كان البر، خد بالك إن اللي بيتزرع له عضو لم يبرأ، بيعيش على دواء مدى الحياة، يبقى لم يبرأ. فهمتني إزاي؟ وبعدين عرضت آخر، بعد ما كان عندي مريض واحد في الأسرة جاء واحد تاني اتبرع له، بقى عندي 2 مرضى، يبقى أنا زودت عدد المرضى. فهمتني ازاي؟ مفيش بصيرة. يقول لك اصله هيموت، يا سيدي ما نموت، ما يجراش حاجة، ما احنا كلنا هنموت والحمد لله. مرحبا بالموت. ما احنا الموت عندنا ترقب.
لكن لان فلسفه الموت عند الكفار ان هو حرمان، هو ده اللي جعله متشبثين بالحياه ولو باي وسيله. احنا عندنا الموت ليس حرمان بل توفيه اجر وترك. ففلسفتنا احنا وايماننا مختلف عنهم، فليه نمشي وراه؟ واحد فينا مرض هيموته، الحمد لله يا سيدي الحمد لله هنموت له اجر شهيد، المبطون اجر الشهيد، والصابر على مرضه ربنا يغفر له، والحكايه رحمه. انما انا اعالج المرضى عندي 20 مريض اخليهم 40؟ ما انا هاخد من 20 زيهم يبقى حولتهم الى 40. يقول لك طب ناخد من الميت، هنخش في قضيه ان انا هاخد منه عضو قبل ما يموت، يعني هموته. فهمت؟ ونخش بقى في قضيه الموت السريري وموت العقل وموت القلب وشغلنا قضايا ملهاش معنى. فهمت بقى ازاي؟ كل ده اللي انشاها ايه؟ الفلسفه الاوروبيه التي تعامل الانسان على انه قطعه لحم مش مكرم. عباره عن قطعه لحم، يعني اما اقطع حته من هنا والزقها بالحته دي، اصل ولزق ايه؟ بيعاملوا الانسان ان هو قطعه لحم غير مكرم. الانسان مكرم، كيان مكرم، منفرد، متفرد. فما ينفعش الخبط، ربنا اراد ان يكون كل انسان منفرد ومتفرد، عشان كده جسمك يرفض جسم غيره. يبقى انا همشي ضد اراده الله. او ما اضطر اعمل ايه؟ في جذار الاعضاء افضل ادي بقى في ادويه مثبطات مناعه علشان جسمك يقبل العضو الغريب. مثبطات المناعه توقعه في مشاكل كثيره تانية. واخد بالك؟ يبقى عرضه لامراض كثيره. يبقى انا ما ابراتوش. فهمت ايه بقى المساله؟ وبالتالي عند المسلمين الموت ليست قضيه ايه يعني مستبعدة تماما، بل لابد ان الانسان يعيش ويظن ويعتقد ان الموت اقرب اليه من شراك نعالي. ده المسلم كده. ده احنا بيحذرونا العلماء وكل الصالحين والمربين من طول الامل. لابد انك انت تعتقد انك انت ممكن تموت بعد لحظة. لابد انك انت تستعد للقاء ربك في كل لحظة. لكن هم هناك يفرون من الموت فرار الايه؟ فرارهم من الاسد. لانهم لا يعلمون، ليس لهم الا الحياه الدنيا. لتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنه وما هو بمزعزعه من العذاب ان يعمر. لكن احنا على فراش الموت بنقول ايه؟ مرحبا مرحبا، غدا نلقى سيدنا محمد واحبابنا. نبقى ايه؟ منشرحين. عشان كده هم متغاظين مننا. الكفار متغاظين من المسلمين، المسلمين يحبوا الموت. بس الموت بما يرضي الله، يعني مش ننتحر. فهمت ازاي؟ وهم يكرهوا الموت. فربنا ينجينا يا سيدي. ويلهم البشريه طريقه علاج ما فيهاش اشكاليات بمثل هذه الاشكاليات، وهم حاليا فعلا بيفكروا. وموضوع زرع الاعضاء ده هيبقى تاريخ بعد كده. لان هتبقى بعد كده نظام ايه؟ تخليق الخلايا الجذعيه، ويعمل عضو من نفس الانسان. ويقدر ينقلها له وتبقى نفس الانسان منه فيه. واخد بالك؟ هيعملوا كده. لكن دي مرحله احنا بنمشي وراهم زي ما بيخشوا. ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراهم. فما ينفعش. لا نجيز ذلك. انا جراح اوعيه دمويه، لم امد يدي في مثل هذه العمليات ابدا. واستخرت الله وربنا اكرمني وبعدت عنها خالص، لم اشارك فيها. وهي مستنقع وكل العاملين فيها يعملوا فيها وشاعرين ان هم بيعملوا حرام وضميرهم مأنب. كل زمايلي اللي اشتغلوا في هذه العمليه كلهم بيشتغلوا وضميرهم مأنب، ويقوموا يغطوا ضميرهم ونفسهم اللوامه بفتاوى العلماء اللي خلفوا فيها قواعد الاسلام. فهمتني ازاي؟ وده ما ينفعش. هذا الاسلوب ما ينفعش. شفنا قاعده بيضروا احكام، ما ينفعش. ما هي الضروره دي تبقى احكام، بس الضروره دي لابد ان تكون ضروره شرعيه. يعني ايه؟ يعني تكون الضروره دي ضروره مشروعه. واخد بالك ازاي؟ لكن انا كده هرتكب ايه؟ يعني دلوقتي احنا بقينا في مجاعه. ينفع ان انا اهجم عليك اقطع منك حته من دراعك واطبخها وكلها؟ طب ما هي الضروره احكام، انا هموت من الجوع. اعمل ايه؟ ينفع الكلام ده؟ طيب من مرة برضه ضرورة اهجم عليك واخدك وانا ابنجك واخد منك عضو الزقه فيا؟ دي يرضي ربنا؟ فهمتني؟ ما ينفعش.
بالإضافة لأن لها وسائل علاجية أخرى. يعني مريض فشل الكلوي أو بيعمل غسيل كلوي خليه في الغسيل الكلوي. بالإضافة لأن العلماء نفسهم الأطباء اللي بيشتغلوا قالوا إن زرع الأعضاء لم يزيد نسبة إيه طول عمر المريض، غير الكواليتي أوف لايف يعني طبيعة الحياة، لكن لم يغير إيه مدة العمر اللايف سبان. لما جابوا مجموعات عملوا زرع اعضاء ومجموعات ما عملتش زرع اعضاء ومشت في العلاج المعتاد، لقوا ان نسبه الوفيات متقاربه، يعني ما حدش طال عمره اكتر من الثاني. فهمتني؟ ده فدي كلها اوهام، اوهام اوروبيه امريكيه. ما احنا عايزين نمشي على طريقه الحياه الانجلو ساكسونيه اللي هتودينا في داهيه ان شاء الله، والمفروض اننا نقاوم هذا واننا ناخد من الحضاره ما يوافق ديننا، مش ناخدها الحضارة كلها كده بزبالتها، لا، لازم يبقى لنا عقلية بتنتقي، ناخد من العلوم ما يفيدنا وإيه ولا يتعارض مع أمور ديننا. والنبي حذرنا صلى الله عليه وسلم ألا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذى بالقذى. يبقى النهي عن بيع الولاء وهبته، ونقف على باب تحريم تولي العتيق غير مواليه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. وعلى فكرة الشيخ الشعراوي كان رأيه إن الإيه إن زرع الأعضاء حرام، كان الشيخ الشعراوي كان قال كده. أنا نفسي قابلته في بيته وسألته، لأن أنا كنت في الفترة دي يعني ناس طلبوا مني إن أنا أشتغل معاهم في زرع الأعضاء، كنت ساعتها طالب دكتوراه، فأنا قلت لا أنا مش مستريح للموضوع ده، لما أروح أسأل. طلبت السيد عبد الله الصديق الغماري في التليفون وكان في طنجة ساعتها، الكلام ده كان سنة إيه؟ سنة 86 1986. طلبته في التليفون فقلت له أشتغل في الموضوع ده ولا لا؟ كانوا عايزين أشتغل في زرع الكلى لأن أنا جراح أوعية، وزراعة الأعضاء بتعتمد على جراحة الأوعية، إنك توصل الشريان بالشريان والوريد في الوريد عشان إيه الدم يدخل. فاتصلت بالسيد عبد الله الصديق الغماري في طنجة، وكان ساعتها موجود في طنجة، فقال لا تفعلها وانا سوف اتي مصر بعد شهر ومؤلف كتاب مسميه اعلام اهل الاسلام بان نقل العضو حرام. هذا بالتليفون قال لي. فذهبت الى استاذي اللي هو عايزني اشتغل معاه، فقال لي ناخد راي عالم اخر. قلت له مين؟ قال لي نروح للشيخ الشعراوي. رحنا للشيخ الشعراوي انا واستاذي ده في الجراحه، واخد بالك؟ رحنا قابلنا الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي قال ما تعملوش العمليه دي حرام. فواحد من اللي قاعدين زي اسماعيل كده قال له بس العيان يموت، قال له ما يموت ما يجراش حاجه، هو الطب يعني بيمنع الموت يا ابني؟ ده كلام الشيخ الشعراوي بالظبط. فخرجت انا واستاذي ده من عند الشيخ الشعراوي، قال لي تعالى ناخد راي عالم ثالث. اه والله ده اللي حصل. قلت له مين الثالث؟ قال لي الشيخ اسماعيل صادق العدوي. قلت له تعالى نروح. رحنا للشيخ اسماعيل صادق العدوي في ايه في المضيفه بتاعته، او اظن في مسجد سيدنا الحسين، كان بيدي تفسير يوم الجمعه قبل العصر بساعه في مسجد سيدنا الحسين. ودخلنا على الشيخ اسماعيل صادق العدوي، فاستاذي قال لي اتركني انا اسال الشيخ، لان كل مره انا اللي بسال، قال انا هسال الشيخ بطريقه. فسال الشيخ بطريقه خلى الشيخ اسماعيل قاعد ممتعد، وقال له في الاخر مفيش الا كده، اعملها بقى وخلاص، يعني حتى بيقول له الفتوى هو قرفان. فقال له هنمشي على الشيخ اسماعيل. قلت له خلاص انت امشي على مذهب الشيخ اسماعيل وانا همشي على مذهب الشيخ الشعراوي. والله وما رضيتش اشتغل معاه في هذه العمليه. دي قصص طويله يعني، ربنا ينجينا ويعلمنا.